أسامة السويع على راديو مات. رجع لكم في البرنتين، ما زلنا واصلين معكم حتى للعشرة متاع الصباح. ورجعت بحثينا أمل كالعادة في الوقت هذا نختاروا التصويرة. صورة اليوم شنو اخترت لنا أمل؟ تصويرة اليوم وسيمة كما قلت لك قبيلة من المضحكات المبكيات. التصويرة متاع اليوم باش نمشي والمصر وقت اللي العالم الكل يقول شدوا دياركم، اقعدوا في دياركم، ما تخرجوش بدياركم. باللغات الكل تلقاهم موجودين لهاشتاج في العالم الكل خوفا من الكورونا. مصر كسرت القاعدة هذية البارح وخرج مئات المواطنين في الإسكندرية للاحتجاج ضد الكورونا. كيفاش هذا؟ كيفاش؟ دونك من الاول شنو اللي عملوا؟ عملوا قعدوا في ديارهم وقالوا الناس الكل تخرج من ديارها للتكبير. دونك الناس خرجت من ديارها تلقاهم في الليتيغاس في الاسطحة متاع الدار، طلعوا للسطح الله اكبر الله اكبر. لكن سرعان ما تحولت المظاهرة هذية كمظاهرة ضد الكورونا. في الشارع عمال. في الشارع خرجوا للشارع وبداوا يعيطوا الله اكبر الله اكبر مظاهرة ضد الكورونا. ما نعرفش انا شنو يقصدوا بها الحاجة هذية. ما يعرفوش اللي لازمنا نشدوا ديارنا ولا شنو. ما لازمناش نخرجوا، ما لازمش التجمعات. الناس الكل تحكي على الحكاية هذية والإعلام معناها يعاود فيها ويكرد والسلطات الكل تعاود فيها وتكرد. ما لازمكمش تخرجوا، لازمكم تقعدوا في الدار. نلقاو مظاهرة ضد الكورونا وما تفرقت بيان سيغ كان بالأمن. نجم تدعي انت في دارك معناتها. شوف وسيمة ربي موجود في كل مكان، ربي معانا، ربي في 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 وسطنا، في روحنا الداخل. معناها تنجم تدعي في كل بلاصه. ربي راهو يستجيب ويتقبل وقت اللي انت تبدا تدعي من قلبك. وقت اللي الناس الكل تخرج، ناس علماء وطب وشوف قديش قارين وكل يقول لك اقعد في الدار، ما تتجمعوش مع بعضكم، انت تخرج في مسيره ضد الكورونا، شنو تقصد به؟ ما حاجه مش ملموسه وانت خارج في الشارع، ما تعيط حاجه معناها تحتاج على حاجه من با قاعدين نشوفوا فيها. معناها ما لازم شيء يوجع بخاتيك مول البارح في جبل الاحمر زيدا شفنا نفس الحكايه. بعض المواطنين زيدا خرجوا وتظاهروا زيدا البارح بعد التكبير وكل شيء زيدا كيف الحكايه هذوما. ما لازمناش نشوفوهم جمله. معناها لازمكم تقعدوا في الدار، لازمكم ما تخرجوش. ما نعرفش شنو هي شنية المساج اللي يحبوا يوصلوه. معناه بالحق مانيش فاهمه. احنا نعاود نقولوا للعباد معناتها شدوا دياركم، شدوا دياركم. معناه والناس الكل نفس الكلام تقول فيه شدوا دياركم، راهو الاحتجاج وباش تخرج وعلى شنو تحتاج مانيش فاهمه. واضح. امل شكرا لك، بارك الله فيك. نجيب علينا معاذ الشريف شويه.